بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وأعمالكم في هذه الأيام المباركة من هذا الشهر الفضيل، رزقنا الله وإياكم فضله وثوابه. في البدء نبارك للأخ المجاهد الحاج هادي العامري والأخوة في منظمة بدر الذكرى 43 لتأسيسها. هذا التشكيل الوطني الذي قدم التضحيات تلو التضحيات وكان أحد الأعمدة الأساسية في مواجهة النظام الدكتاتوري جنباً إلى جنب مع باقي القوى السياسية الوطنية التي رفعت لواء المواجهة والجهاد من أجل حرية العراق وكرامة شعبه وسيادته. وبعد أن سقطت الدكتاتورية عاد البدريون إلى حضن الوطن من منافيهم ومهاجرهم المتعددة، وصار لمنظمتهم دور مهم وحيوي في بناء العراق الجديد، وساهموا في تأسيس العملية السياسية وتعضيد الدستور، ووقفوا ضمن صفوف الشعب العراقي في خط مواجهة الإرهاب وخط بناء الدولة وترسيخها معاً. ومنذ أن شرع الإرهاب الأسود ببث سمومه وصولاً إلى مرحلة تحرير التراب العراقي من براثن داعش الإرهابية، قدمت منظمة بدر خيرة رجالها وقادتها شهداء استرخصوا دماءهم في سبيل تثبيت المكتسبات التي تحققت للعراقيين جميعاً ضمن نظام ديمقراطي تعددي يضمن الحريات والحقوق لأبناء شعبنا الكريم مثل ما يضمن تطلعاتهم وطموحاتهم. لقد كرسنا جهودنا في أن نحافظ على هذه الثوابت والمكاسب منذ أن تسلمنا مسؤوليتنا بتشكيل الحكومة على إثر انسداد سياسي، وحرصنا على أن تكون حكومتنا ممثلة لجميع المكونات والأطياف بلا تمييز أو انحياز، إذ أن التزامنا الشرعي والأخلاقي ومهامنا الدستورية تحتم علينا العمل من أجل خدمة جميع العراقيين. لهذا أطلقنا على حكومتنا تسمية حكومة الخدمة الوطنية، لأن أبناء شعبنا صبروا كثيراً وهم ينتظرون منا أن نرتقي بواقعهم الخدمي والمعاشي. وبعد التوكل على الله وضعنا مجموعة من الأولويات في برنامجنا الحكومي، وهي ذاتها الاحتياجات الأساسية لكل عراقي، وما زلنا نعمل بالزخم نفسه على تحقيق إصلاحات شاملة في جميع القطاعات، ونحارب الفساد المالي والإداري الذي عطل المشاريع وأنهك البلد وأضاع الثروات. وعلى مسار التزامنا التنفيذي بتقديم الخدمات الشاملة وإكمال ما تعطل أو تلكأ من مشاريع، فإننا أوفينا بالكثير من المستهدفات الأساسية، ولعل أهمها إنجاز انتخابات مجالس المحافظات في أجواء وظروف آمنة للجميع. ونحن نأمل من جميع القوى التي شكلت الحكومات المحلية العمل بروح الفريق الواحد ونبذ مزاج المشاكسة أو الاختلاف السياسي المستمر، لأن هذه المجالس حلقة مهمة من حلقات التحول في النظام الإداري نحو اللامركزية الإدارية، استناداً إلى ما تم تثبيته في دستورنا الدائم. كذلك فإن حكومتنا عملت جاهدة على تصفير الأزمات الداخلية والخارجية التي كانت تمثل عناصر قلق مستدام، ولعل موضوع التحالف الدولي وتحويل مهمته وإنهاء تواجده من أجل الانتقال لشكل جديد من العلاقة هو من بين أهم الملفات التي عملنا عليها وثبتناها في برنامج حكومتنا
الذي صوت عليه مجلس النواب الموقر. الحضور الكريم، إن التحديات التي نواجهها اليوم تتطلب من جميع القوى السياسية التكاتف لما فيه خير العراق والعراقيين. لذا نؤكد على التعاون من أجل العبور نحو ضفاف الأمن والرخاء والتنمية. فحكومتنا انطلقت بمشاريع اقتصادية وتنموية كبرى، ولا شك في أن الاستقرار السياسي والأمني يجعل العراق بيئة جاذبة للإعمار والاستثمار من قبل الشركات العالمية الكبرى. لذلك فإن المحافظة على الاستقرار في العراق مسؤولية جميع القوى السياسية. ولا ننسى ونحن نجتمع في هذا الاحتفال الكريم ما يحصل لإخوتنا في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الذين يتعرضون منذ أشهر إلى جرائم إبادة على يد قوات الاحتلال الصهيوني، التي مارست أبشع عمليات القتل والتدمير ضد العزل الأبرياء، واستهدفت كل عناصر الحياة في غزة أمام صمت دولي مخزن وتخل عن المسؤوليات الأخلاقية من قبل المجتمع الدولي. أجدد التهاني لإخوتنا في منظمة بدر، متمنياً لهم كل خير وارتقاء وتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.